كثير من الناس ولا حياء في الدين، يقول لك أنا مبتلى بمشاهدة الأفلام الإباحية، أفلام الخليعة الله لا يبلانا، زي السؤال اللي نزلته وقلت بإذن الله راح أتكلم عنه. إيش الحل؟ إيش العلاج؟ الحل والعلاج في أكثر من حل وأكثر من علاج، وكلها تجتمع بإذن الله. أول حل، الحل الأول، أقسم بالله والذي رفع السماء، ما ينقذك وما يخرجك من أي مرض، من أي ذنب، من أي فتنة تعلقت فيها إلا الله. فأكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء، يا رب يا رب يا رب، خرجها من قلبي، أبغضها في قلبي، يا رب باعد بيني وبينها، أكثر الدعاء. هذا الحل الأول. الحل الثاني، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، احفظ بصرك، لا تنظر إلى الحرام. قال بعدها ويحفظوا فروجهم، حفظ البصر جاء مع غض البصر. إذا أطلق الإنسان بصره في المحرمات الشهوة ستنطلق، فغض بصرك عن الحرام، سواء في جوال، سواء في تلفزيون، سواء حتى لو في مجلة، في جريدة تقول لي أنت مشدد حتى مجلة، أيوه، لا تنظر إلى النساء، لأنها مع النظرة تأتي الفكرة، تأتي الخاطرة، يبدأ الشيطان يوسوس فيأتي الإنسان ويتفرج هذه الأفلام. الحل الثالث وهو من أعظمها، أن تستحي من الله. أقسم بالله ما تقدر تتفرج على فيلم إباحي وأبوك جالس جنبك، أخوك جالس جنبك، أمك جالسة جنبك. طب الله، رب أبوك وأمك ومدرسك وربك، الله ينظر، الله يراك، فين الحياء؟ أعظم سبب أن يستحي العبد من الله، الله يراني، لا ما أشوف. فاستديم الحياء من الله عز وجل. وانظر إلى الحل الرابع، انتبه من أوقات الفراغ، لا تجلس فاضي، لا تجلس ما عندك شيء، فاضي طقطق على الجوال، ترى الفراغ يستحكم عليك الشيطان. انت جالس في الآن تتفرج على مقطع ديني، تفرجت واحد واحد اثنين، فاضي ما عندك شيء، ما تدري فين تروح، فين تيجي، يجيك الشيطان حبة 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 حبة. خش على اليوتيوب، اكتب كذا، جيب لك الشيطان أفكار، يجيب لك الشيطان خواطر، ابحث عن كذا، روح اكتب كذا، اشغل نفسك بذكر الله، اشغل نفسك بالرياضة، اشغل نفسك بأي حاجة، لا تجلس فاضي. خصوصا معليش سامحوني، الإنسان يطول في الحمام، ترى مكروه الإنسان يمكث في الخلاء، يطيل ليه يا حبيبي؟ أماكن شياطين، فيجيك الشيطان بأفكار ويجيك الشيطان بخواطر يا حبيبي، حبة حبة أنت طحت في الحرام. انتبه من وقت الفراغ، وانتبه أن تطيل وقت الفراغ. الحل الخامس، إذا وقعت في هذا الذنب ارجع وتوب واصدق مع الله تبارك وتعالى، لا تقول أنا والله ما عاد ينفع معايا، كل ما فيك أرجع، كل ما أرجع، لا يا حبيبي، لا يمل الله من توبتك، ارجع واصدق أكثر مع الله عز وجل، واندم، خلي إبليس يندم أنه وسوس لك، ارجع توب وارجع إلى الله عز وجل، رب ذنب ندم عليه إبليس، لأنه ممكن يوسوس لك فترجع تتوب يندم، يقول لا أتني ما وسوست له، رجع تاب. فكل ما وقعت ولا تتحايل على الله عز وجل، تقول بعدين أتوب، خادعون الله وهو خادعون، الله عز وجل يعلم، لكن أصدق في توبتك مع الله عز وجل. وأعظم سبب أن تسأل الله وتكثر من سؤال الله، أن يخرجها الله وينزعها الله من قلبك ويبغضها في قلبك. الله يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.